وشكلوا الفارق الكبير كما هو معهود مشاهدينا الاعزاء في معظم الانديه الاوروبيه المختلفه. تحدث عن مرموش لاعب المصري على سبيل المثال، تحدث عن العديد من الاسماء المهمه والمميزه والتي لهلت بشكل كبير ورائع حتى الان. عمر مرموش، فارس شايبي، الياس السخيري، احد ابرز الاسماء المميزه التي تالقت مع اينتراخت فرانكفورت، وشيء يدعو للفخر ان شاهد ثلاثي دفعة واحدة يتألق مع نادي على مستوى الدوري الألماني. يعني احنا بنتمنى للجميع اللاعبين العرب الموجودين في الدوريات الأوروبية ان هم بيقدموا المستويات الكبيرة. أبدأ بمرموش، لأن مرموش هذا الموسم على مستوى الأهداف، على مستوى صناعتها أرقام في زياد عبد العزيز. يعني هو كان في فولسبورج قبل كده وشتوتغارت ما كانش بالنسبة لهذه الأهداف المميزة، 14 هدف وخمس تمريرات حاسمة. أيضا فارس الشايبي 3 أهداف و10 أسيست. إلياس لعيبة وسط ملعب مختلف نوعا ما عن عدد قليل من الأهداف، لكن عدد التمريرات صناعة أهداف بشكل كبير، يعني 5 أهداف وصناعة هدفين، فأعتقد إن هي أرقام ممتازة. يعني لعب أساسي 20 مباراة فقط حسب لكل مركز كل لعيب نوعا ما، ممكن أعلاه من حيث الأهداف لأن مرموش الأهداف المميزة أنا شفت المباراة الأخيرة بتاعته سجل فيها هدف وصنع هدفين، أعتقد إن دي حاجات مميزة بالنسبة له، هو يقدر يسجل ويقدر يصنع. ميزة مرموش عبد العزيز إن هو بالكرة يعني دريبل بالكرة كويس قوي، وبعدين عينيه مش في الأرض، عينيه لفوق دايما عشان يشوف اللي حواليه، فأعتقد إن دي من الحاجات المميزة بالنسبة لمرموش، فأتمنى الجميع يبقى على المستوى ويقدموا لنا مستويات كبيرة مميزة. يعني هذا طبعا شايبي بأهدافه بتحركاته مع فريقه أيضا أينتراخت فرانكفورت، وتألق واضح مشاهدينا الأعزاء للاعبين العرب بشكل مميز. مش عايزين تجيبوا أهداف مرموش لا؟ لا مرموش على العين والرأس طبعا. ما هو الهدف ولا أنت مش عارف؟ أهداف جميلة، سجل أهداف جميلة، لكن هناك مواضيع مهمة أكثر يعني. ماشي، بس نشوف أهداف مرموش. أهداف مرموش موجودة شباب؟ أهداف مرموش موجودة. طيب موجود؟ يعتذرون منك يقول لك مش موجودة طبعا. لكن بعدها قليل. حاضر، ولا نتحدث عن بايرن. تفضل. نتحدث عن بايرن ميونخ. رأيك في سيناريو غرفة تبديل الملابس على بايرن ميونخ، توماس توخيل، لاعبين، مولر، احتراز اللاعبين، لا يمر بأفضل حالاته على مستوى البوندسليغا لأن كل شيء ذهب لتشابي ألونسو حتى الآن. بص يا عزيز، البايرن إن البايرن يخسر مباراة أزمة، فما بالك إنه يخسر 3 مباريات متتالية. خسر من باير ليفركوزن، خسر من لاتسو، خسر من بوخ، فعندك مشكلة توخيل. هل أنت قادر على حلها ولا هتيجي تقعد جنبنا؟ ما هي غدا على طول الكرة بتاعت نتائج، وخاصة في الأندية الكبيرة، والصحافة الألمانية تقول إن بدأت تتحدث عن البدائل، ومجلس إدارة البايرن يقول لك لا، ممكن جوزيه مورينيو يكون موجود أو مدربين آخرين. مجلس إدارة البايرن يقول لك لا، إحنا عندنا ثقة فيه ومش هنغير، فحاسب وخلي بالك. حاجتين أنا قلت لك عليهم مع عزيز، الدريسنج روم هو مش قلبته مش كويسة قوي مع اللعيبة الكبار، وخاصة اللعيبة الكبار باستثناء نوير. هل هذا الشيء طبيعي؟ لا مش طبيعي. يعني هل تؤيد طريقة التعامل مع اللاعبين الكبار؟ وانا مش يعني مش ملم قوي بالتفاصيل، انما حتة علاقتك بالدريسنج روم وخاصة باللعيبة الكبار لانهم لهم سوابق. اللعيبة الكبار دي مشت مدربين وهم ما مشيوش، يعني بنتكلم على كيميتش، بنتكلم على نوير، بنتكلم على مولر، بنتكلم على جوريسكا، بنتكلم على عديد من اللعيبة اللي كانت موجودة، فهو الان في ازمة. اللي هيخرجه من الازمة دي النتائج الايجابية. فرق الثمان نقاط ما بينه وما بين البايرن ليفركوزن فرق نقاط كبير، انما مش هيستسلم. وردة فعله امام لاتسيو فدي اللي هتبقى ايه، نقطة مفصلية. هل هو قادر على ان يحاول الدفع لمصلحته؟ هل قادر ان هو يعيد مرة اخرى اللاعبين ويخرج افضل ما لديه؟ المباراة انا بالنسبة وجهة نظري مجلس الادارة هيديله وقت وهيديله 3-4 ماتشات، هل هو قادر انه يحسن فيها نتائج ولا لا؟ على المباراة الأخيرة أنا فرجت عليها، دي المباراة اللي ما تلموش عليها. إيه ليه ما تلموش عليها؟ لأن الفريق أدى وصنع، بس كان عنده باد لك كتير، وكان عنده أوباميكانو اتطرد نوعا ما وتقبل وحتة وضيع فرص كتير قوي. يعني هي 1-0 بهدف موسيالا، كان بعدها فرصة على طول الانفراد لأريكين ضيعها، اتردد على طول
بهدف التعادل. لا يسجل يسجل عليه. ايوه طبعا. وهدف التعادل يعني. بعد كده حصل بقى ايقاف المباراه نتيجه الاعتراضات الموجوده، ما تعرفش اللعيبه خرجت بره المود ولا ايه، فراح الهدف الثاني جاي من كره سته، وبعد كده الطرد الموجود، فبدات 3-1 اوباميكانو كل مباراه يطرد، مباراه لاتسو طرد، ومباراه دفاع بوخم طرد، خرجت الامور خارج السيطره. صحيح. فاعتقد وهذا امر طبيعي لنادي كبير في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تكون هناك كبوه، بس لازم تخرج بسرعه عشان ما تكلفكش تقعد جنبنا زي ما قلت لك. المدرب هيحصل مع حاجه يقول لك ايه تعالى المدرب، فهو قدامه فرصه بعد المباراه يقدر يحسن فيها، وبعدين عنده هركين. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. حديث الماجيكو عن عمر مرموش وتالقه في الدوري الالماني، تالق ملحوظ جدا، وتالق اللعيبه العرب منهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ولعيبه كتير جدا، نخص اللعيبه المصريين طبعا، لكن حديث ابو تريكا على كمان على بايرن ميونخ وتوخيل، اللي هو يعني ابو تريكا طالما قال تعالى اقعد جنبنا يبقى الراجل هيجي يقعد جنبه لا محاله، الا اذا قدر يعدي عقبه لاتسيو في دوري ابطال اوروبا. وشفنا تشافي الونسو عامل مباريات رائعه، المدرب الذي لم يهزم حتى الآن. وأسمع رأيك في الكومنتات. تحياتي أحمد الخواجة.